مساء السعادة عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام كبار طبعا كلنا بنستخدم السوشيال ميديا لكن للأسف في ناس بتستخدمها في الأذى انها تأذي غيرها ده اللي هنعرفه معاكم النهاردة وهنعرف ازاي نقدر نحمي نفسنا من الأذى ده لكن في الأول أحب أرحب بزميلتي سارة مساء الخير عليك يا رشا ومساء الخير عليكم متابعينا واهلا وسهلا بيكم والنهارده منورنا ومشرفنا آه استاذنا استاذ مؤمن اشرف اهلا وسهلا بحضرتك أهلاً خبير آه خبير التسويق الالكتروني ومؤسس شركه اوت بوكس ميديا يا مساء السعاده عليك يا استاذ مؤمن مساء الخير نور عامله الحمد لله تمام <applause> okay. في الاول يا استاذ مؤمن دلوقتي كل الناس عندها حساب فيسبوك اكيد okay. <applause> ازاي انا اقدر احمي الحساب بتاعي ان حد ما يدخلش ويسرق الحساب <applause> بصي هو بديهيا كده في 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 طرق كتير قوي لحمايه الاكونت او الحساب ده بس خلينا نقول ان انا اللي بدي الفرصه لده بدي الفرصه ان انا حد يدخل عندي على الحساب طيب في في ستيبس بسيطه جدا المفروض ان انا اعملها عشان احمي ده بديهيا كده لما ادخل على السيتنجز الاقي جدا الاقي ان هو بيطلب ان انا اعمل مصادقه ثنائيه الحاجه المصادقه الثنائيه دي هي ان انا بفعل كود انه يجيلي على الموبايل عشان اعرف ان انا اي حد يفتح الاكونت لي بيجي انا بيجي الكود ده فطبيعي مش اللي هو اللي بيفتح طالما معاه الكود ده اكيد وش مش هي مش هيعرف يفتح الاكونت تماما يعني طب لو انا فوجئت جالي كود على الموبايل ان في حد اوريدي بيحاول يدخل على الفيسبوك بتاعي خش غير خش غير الباسورد على طول غير بسورد هو كده كده مش هيعرف يفتحه اصلا بس حق يعني زياده تامين يغير الباسورد طب حضرتك قلت انا اللي ممكن اسلم بايدي حسابي لحد ان هو يخترقه دي ممكن اعملها ازاي او اتفاداها ازاي اتفاداها عن طريق ان انا ما اخشش في يعني في في سكامرز كتير في هاكرز كتير بينزلوا حاجات زي ازاي تغير لون الفيسبوك عندك ازاي تغير الخلفيه الكلام ده كله الكلام ده كله بيبقى فيك بيبقى كدب اصلا ملوش اساس من الصحه فطبيعي انا بخش اي لينك بفتحه بيطلب مني يوزر نيم وباسورد فاللينك ده مش مش صحيح تمام خاص بالفيسبوك طبعا مش اللينكات العاديه اللي انا بخش اعمل فيها عشان عشان انا عندي اكونت فيها لا في حاجه في لينكات اول ما افتحها هيطلب مني يوزر نيم وباسورد بتوع الفيسبوك لا ده مش صح ما فيش حاجه هتطلب مني الكلام ده تماما ما تدخلش عليها عشان محدش يسرق الفيسبوك بالظبط ولو دخلت عليها وخرجت من غير ما ما فيش خوف استاذ مؤمن احيانا بلاقي نفسي بكتب يعني بلاقي نفسي ظاهر في كومنت او لايك على بوست او حاجه بس مش انا اللي عاملاه فازاي نفس اللي كنا بنقول فيه ان انا ما اخشش على اللينكات الغريبه ما سجلش بالفيسبوك بتاعي في اي اماكن غريبه طبعا في مؤخرا ابتدت شركات كتير من شركات اللي هي كانت بنعمل عن طريق عن طريقها ايميلز زي ياهو زي هوت ميل الشركات دي ابتدت تتراجع تماما وابتدى نسبه الاختراق فيها تزيد فالنصيحه الافضل للجميع ان هم يستعملوا الجيميل او او بعض الاكستنشنز الثانيه بس بتبقى غريبه عن الناس شويه بس خلينا نتكلم في ان الجيميل هو أكتر حاجه معروفه وصعب الاختراق بتاعه هو مش مستحيل بس صعب يعني في يعني فيه. ممكن يكون جيميل ورقم الموبايل مع بعض بالظبط نقدر نحمي الاكونت بالظبط بالظبط طب دلوقتي انا لو فوجئت ولقيت حد عامل اوريدي صفحه فيسبوك باسمي وعليها صورتي ايه الاجراء بقى اللي انا ممكن اعمله عشان اثبت ان دي مش الصفحه بتاعتي بتخشي بكل بساطه على البروفايل بتاعه تعملي ريبورت او على الصوره اللي هو حاططها دي تعملي ريبورت ريبورت يعني لو لو الاكونت جديد او لسه معمول او انت صورتك اوريدي قديمه عنه فطبيعي جدا الاكونت بتاعه هياخد وقت في المراجعه ويتقفل طب في صفحات كتير دلوقتي انا ما ببقاش عامله لها فولو او لايك وبفوجئ بلاقي البوستات بتاعتها نازله عندي ليه كده ايه اللي بيخلي ده يحصل هي, هي دي مش حاجه بفعل يعني انا انا ببقى موافق على ان ده يحصل ازاي انا اي حد بيعمل ساين اب على فيسبوك او اي منصه تمام منصه سوشيال ميديا المنصات دي كلها بتستخدم حاجه اسمها الكوكيز او اللي هي ملفات الارتباط انا بقول له السياسات طبعا ان محدش بيقراها اساسا بتقول ان انا كمنصه ليا الحق ان انا استخدم الحاجات دي، فهو بيستخدم المايك بتاعك، بيستخدم الكاميرا في يعني في بعض الاحيان لو هو عايز ده، بيستخدم الفوتوز والفايلز واي حاجه على الموبايل بتاعتك عشان يعرف انت الانترست بتاعتك ايه ويعرف انت بتهتم بايه اكتر. فيبدا يظهر لك الحاجات اللي انت مهتمه بيها. طيب دي حاجه، تاني حاجه عن طريق حاجه اسمها فيسبوك بيكسلز، ديت لما لما انا اجي مثلا ادخل على جوميا او سوق ايا كان المنصه بدور مثلا على الشوز. بمجرد ما ارجع على الفيسبوك تاني بلاقي اعلانات للجوز لان هو خلاص هو ربط ما بين الويب سايت بتاعه وما بين الفيسبوك فالفيسبوك عرف ان انا داخل بدور على حاجه الفلانيه فبيبدا يظهر لي الاعلانات بتاعتي لو ليا صفحه تجاريه حلو. على الفيسبوك وحابه اني انا احافظ عليها ان ما فيش حد يخترقها او يسرقها آآ آآ و... وازاي احافظ عليها بمعنى اصح بصي الفيسبوك عامل حاجه جميله جدا اسمها فيسبوك للاعمال او فيسبوك بيزنس تمام بتخشي, بتخشي على جوجل عادي تكتبي فيسبوك بيزنس بيظهرلك لينك بتخشي تساين اب في اللينك دوت بتحطي البيانات بتاعتك عادي خالص هتلاقيه ارتبط اوريدي بالاكونت بتاعك لان انت فاتحه من نفس ال بلاوزر اللي انت فاتحه من عليه الفيسبوك بيجي لك كود للتاكيد على الايميل اللي انت حطاه ايا كان الاكستنشن بتاعه فبتاخدي الكود ده وتفعلي البزنس فبيبدا البيزنس ده موجود بتبتدي بقى تضيفي صفحاتك على البيزنس ده بتبتدي تعملي ادز منه بيحافظ لك على الحاجه اكتر حتى لو اتسرقت تقدري ترجعيه بكل سهوله دلوقتي بلاقي ناس كتير اتجهت لان هي بتحاول تكسب من السوشيال ميديا تمام هل الموضوع ده فعلا مربح وايه رايك في الموضوع ده بصي هو الموضوع مربح جدا وخصوصا ان احنا ثقافه الاونلاين اصلا عندنا في مصر ضعيفه شويه. لان اي حد انا هشتغل على السوشيال ميديا عشان انا قاعد في البيت او انا هبيع على السوشيال ميديا عشان انا قاعد في البيت او انا عايز اعمل فيديوهات عشان شفت فلان بيكسب، طب فلان ده بيكسب ازاي؟ ما هو لازم لازم يكون بيقدم محتوى كويس، لازم يكون بيشتغل على نفسه كويس، مش جاست انه عمل صفحه او عمل قناه شانل على اليوتيوب او عمل وسيله يظهر بيها للناس ان هو كده هيبتدي يكسب، لا طبعا لان هو طبيعي ان هو يشتغل على نفسه ويشتغل على المحتوى بتاعه عشان يقدر يوصل لعدد ناس اكبر عشان يقدر يحقق شروط الارباح في كل المنصات دي لان هو مش مجرد ان انا عملت صفحه او تشانل خلاص انا كده هبتدي اكسب لا طبعا في شروط للارباح دي لازم تبتدي تحققها عشان بعد كده تبدا تكسب من الفلوس من المنصات دي هل في طريقه يعني مثلا انا هشير بوست او صفحات تجاريه انا شير بوست على الفيسبوك او اي حاجه في وقت معين بيبقى فيه الريتش عالي طبيعي جدا انت كل صفحه في الانسايتس بتاعتها بيبقى معروف الريتش بتاعها بيبقى عالي فين بس احنا الطبيعي عندنا في السوشيال ميديا او الطبيعي في السوشيال ميديا عموما ان الريتش بيبقى عالي في الوقت اللي هو الناس بتبقى موجوده فيه طيب الناس موجوده امتى الناس موجوده مثلا بداية من الساعة 5 للساعة 11 12 بالليل اللي هو لو حد شغال رجع لو حد مش في شغله حد قاعد ابتدى يصحى من النوم لو هو مش شغال الكلام ده كله الناس اوريدي موجودة بكثافة على ال اقصد يعني مثلا لو في اعلان ممول او بوست تمام. ممول اني يعني انا في الوقت اللي اقدر احقق فيه الريتش مع الريتش مع التمويل في وقت معين مثلا في في في, في شركات بتقول شركات سوشيال ميديا بتقول مثلا اني انا اشير البوست الساعه 9 هل ده صحيح ولا؟ تشيري البوست في حاجه وانك تعملي سبونسر للبوست ده آه. حاجه معينه آه. تمام آه. اليوم بيبتدي عند الفيسبوك الساعه 12 بالليل مه. تمام فانت عملتيه 9 من 9 ل 12 ده يوم عليكي تمام فالطبيعي جدا انت بتدفعي فلوس مقابل الظهور ده مقابل الانتشار ده مه. تمام ف... بديهي جدا ان انا طول ما الفلوس شغاله طول ما الاد شغال الـ الانتشار موجود <applause> بالنسبه للفيسبوك بقى هو الالجوريزم بتاعته بتقول لك والله دلوقتي في في ريتش وفي في, في تفاعل مع الموضوع فبيظهر بكثافه في الوقت ده ما فيش ريتش والدنيا زي مثلا من 12 بالليل للساعه 12 الظهر تقريبا بتبقى الدنيا هاديه شويه بيبقى التفاعل هادي شويه بيبقى الانكم على البوست ضعيف شويه طبيعي الموضوع بيتناسب تماما مع البادجت اللي انت حطاها مع مده الاعلان مع حاجات كتير قوي في, في الاعلان نفسه اللي هو يعني اساسيات الموضوع الديزاين مثلا ما هو لازم يكون في ديزاين كويس عشان يجيب يجيب وانا بسكرول داون مثلا آه هيشدني فهرجع له تاني الكونتنت المكتوب لازم يبقى كونتنت كويس عشان اقرا باقي البوست البودي بتاع البوست اللي هو انا عايز اوصله للناس الكول تو اكشن اللي هو ال ال اخر حاجه بقى اللي هو ازاي يوصل ان انا ممكن ارجع حد للبوست يشوفه ويقراه ويقرا اللي انا عايز اوصله وما سيبلوش وسيله تواصل فمش هيعرف يوصل ازاي هيتغاضى هي عن الموضوع يكمل طب هي نفس الحكايه ليها علاقه بقنوات اليوتيوب يعني انا دلوقتي حابه اعمل قناه يوتيوب وحابه تجيب مشاهدات بقى وتجيب لايكات كتير ايه المحتوى او ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها عشان القناه دي تكبر المحتوى ده خاص بيك انت المحتوى ده مش انا مش انا اللي بقوله ولا اي حد بيقوله لا انا انا شايف نفسي هقدر اقدم شايف نفسي هنجح في ايه وبجرب وبتست مره واثنين وثلاثه مفيش حاجه اسمها ماشي ما هو لو انت عملتي نفس اللي ماشي مش هتنجحي لان هو اوريدي موجود لازم تقدمي حاجه جديده لازم تقدمي فكره جديده عشان تعلمي مع الناس فالناس تبدا تدور عليك انما اللي موجود دلوقتي ما هو طبيعي موجود ما انت مش مش هتقدمي فيه جديد طب هل في قناه ممكن تنجح من غير ما يدفع فلوس يعني بصي كل المنصات دلوقتي ماشيه بمبدا هتدفع عشان نظهرك تمام بس لو انا بقدم تاني هنرجع لنقطه المحتوى لو انا بقدم محتوى كويس بقدم محتوى يشد الناس بقدم محتوى جديد ومختلف طبيعي جدا مش هدفع فلوس هظهر وهنتشر وهحقق شروط الربح وهبتدي اكسب من اليوتيوب يعني ممكن فعلا يحقق ربح من غير ما يدفع فلوس اه طبعا طبعا بس لو محتوى جديد محتوى مميز محتوى بيشد الناس طيب في سؤال بعيدا عن السوشيال ميديا في طرق نصب كتيرة بتحصل الايام دي آه مكالمات بتجيلنا آه ان هو الو مساء الخير حضرتك رقمك كسب معانا مبلغ وقدره تمام تمام طيب روحي لاقرب مكان فوري ليكي علشان تستلمي الجائزه هل م -م. ده صحيح ولا هي مكالمات آه بص دي كلها مكالمات وهميه ليه لان معلش هو انا مش انت انت كسبتني بناء على ايه انت مين وعرفتني منين عشان تكسبني؟ كل اللي بيحصل في الموضوع وبنلاقي ناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع ده وبصص كتير بتنزل وحاجات كتير قوي يعني احنا بنستغرب الناس اصلا ازاي بتصدق ده؟ بكل بساطه بيتصل روح عند فوري او روح عند مصاري او روح عند اي منفذ في امكانيه تحويل الرصيد تمام وبيقول له ادي الموبايل اللي معاك للموزع او للشخص اللي واقف قدامك وقول له وقول له يعمل اللي انا هقول له عليه طبعا ده الواحد يخاف ان هو يسلم موبايله لاي حد وموضوع السوشيال ميديا ده عايز كلام كتير وعايز حلقات كتير وشرفتنا يا استاذ مؤمن <تصفيق> <تصفيق> آه خلصت فقرتنا للاسف وكان معانا النهارده استاذ مؤمن اشرف خبير التسويق الالكتروني ومؤسس شركه اوت بوكس ميديا واستنوا الفقره الجايه مع زمايلنا ماركو وآية